التالت. وأنا هتكلم في الأمر ده وبمنتهى الوضوح بخصوص الكرة الطائرة سيدات. النادي الأهلي دايما بيحافظ على مبادئه، والنادي الأهلي لا يقف على أي لاعب أو لاعبة. الدليل في لعيبة مشيت من النادي الأهلي، خلينا نتكلم هنا لو هتكلم عن الكرة، في لعيبة أسماء كبيرة جدا 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 وفي عز ما النادي الأهلي كان عايزها مشيت من النادي الأهلي. وخليني أقول لحضراتكم سر بسرعة جدا، بعض من هذه الأسماء الكبيرة في حاجات شخصية بيني وبينهم، بيني وبينهم احنا بنتكلم كلنا أصدقاء بعيدا عن حق النادي الأهلي، فكلهم نفسهم يرجعوا النادي الأهلي، ده نقطة تانية. المهم اللعيبة دي كلها والناس دي كلها كان نفسها ترجع الأهلي، وفي بعض الأوقات النادي الأهلي كان محتاجهم على المستوى الفني، ولكن مبادئ النادي الأهلي تمنع عودتهم من جديد، وده سر النجاح والتتويج بالبطولات. طيب أنا بقول الكلام ده ليه؟ ده أنا بقوله ردا على التصريحات اللي قالتها كابتن أحد لاعبات نادي الزمالك، طلعت مريم متولي وهي كانت لاعبة في النادي الأهلي سابقا، طلعت مع الكابتن هاني حتحوت الزميل هاني حتحوت وكلمت معاه في هذا الأمر، وقالت أن هناك أعضاء من مجلس إدارة النادي الأهلي بعد ما كسبت بطولة هي قالت كده بعد ما كسبت البطولة امبارح، قالت أن هناك أعضاء من مجلس إدارة النادي الأهلي كلموها وتحايلوا عليها عشان ترجع. والله أنا ضحكت أول لما جالي التصريح ده، أنا ضحكت. أنا آسف جدا، طبعا قد تكون كابتن مريم اسم كبير في الطايرة وكل حاجة، ولكن هناك أسماء كبيرة جدا 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 في عالم كرة القدم ونجوميتها أكبر بكتير جدا جدا من الطايرة، وحاولوا من أعلى مستوى لأقل مستوى وما عرفوش يرجعوا. فمليون في المية من غير ما اسال، انا ما رجعتش لحد وما كلمتش حد وما سالتش حد، لان انا متاكد من الكلام اللي انا بقوله. هذا الكلام عالي تماما من الصحه. الاهلي ومسؤوليه لن ولم يتفاوضوا مع اي لاعب مشي من النادي الاهلي وزايد على النادي الاهلي مهما كان اسمه. اعملي اللي انت عايزاه، كسبتي مبروك، روح رياضية مبروك، ولكن اللي بيتعمل ده عيب ما يصحش. وانا هنا بتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، لان انا اتعلمت كده داخل النادي الاهلي، حتى عندما انتقد يجب ان يكون النقد في اطار الاحترام والادب. قد تكون البنت مشدود او اللاعبة مشدودة شوية، كسبت طبعا النادي الاهلي ناديها السابق ما كانتش تحلم، وانا عارف ان هي ما كانتش تحلم ولا كلهم كانوا يحلموا، ولكن استطاعوا ان يفوزوا ويصلوا الى كاس العالم. بالمناسبه كاس العالم النتيجه كام؟ ما عملناهاش ده يا محمود. كاس العالم النتيجه كام؟ هجيب لكم النتيجه بتاعت كاس العالم، كم فريق وصل من النادي الاهلي الى كاس العالم للانديه، وكم فريق وصل الى كاس العالم من أندية أخرى. الكرة النادي الأهلي ممثل مصر، اليد النادي الأهلي هو ممثل مصر، الطائرة رجال النادي الأهلي هو ممثل مصر، الطائرة سيدات نادي الزمالك هو ممثل مصر. إذن من أربع بطولات النتيجة 3-1 لصالح النادي الأهلي. زعلانين ومتضايقين ان احنا خسرنا؟ اه طبعا زعلانين ومتضايقين ان احنا خسرنا، ولكن انا اللي مزعلني اكتر كمية الاشاعات والتنمر والكلام الغير صحيح. اللي عايز يفرح ويتبسط يفرح ويتبسط، انا ما اقدرش اتكلم في هذا الامر، ولكن ولكن الحقيقة يعني ان تنطلق الشائعات بهذا الشكل، هنقف وهنرد بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب
عشان احنا النادي الاهلي وطول عمرنا سنظل دائما بهذا الشكل داخل النادي الاهلي.